إذا قيل لك ما هو أعظم ما يقوم به الداعية إلى الله مما يدعو به الناس، فقل أن يدعو إلى التوحيد الذي قصر فيه، وأقولها وبكل صراحة، قصر فيه كثير من الدعاة في هذا الزمن، بل إن بعضهم يتهاون بالحديث عنه ويقلل من شأنه. فأعظم ما يدعو به الداعية أن يدعو إلى التوحيد. الدليل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. أول ما قدم ألا تشركوا به شيئا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. لما أرسل صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين عليا في غزوة خيبر قال: فأخبرهم ما يجب عليهم من حق الله، والأدلة على ذلك كثيرة.